طب خليني اخذ مكالمه من المملكه العربيه السعوديه. سيد محمد اهلا بك. السلام عليكم. سلام لك اخي محمد، تفضل. الاخ احمد الاخ رشيد ومرحبا، مساء الخير. مساء النور، تفضل. حقيقة أنا عندي سؤال دائما بطرحه على نفسي، وأنا مسلم حقيقة الواقع. نعم. عندي سؤال دائما بطرحه على نفسي، عدد الجنات في الإسلام كثيرة جدا، والباب حقيقة عرض السماء والأرض، هناك عندي سؤال حقيقة محتار فيه أنا. نعم. سؤالي بشهادة القرآن، يعني نجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. هل المسيحيين لهم جنة من هذه الجنات المذكورة حسب حكم القرآن؟ ده سؤال. أنا مسلم. ده سؤال نطرحه على المشاهدين المسلمين حتى، يعني لكن ما تعليقك على الجنة وكل هذه الملذات الجسدية الموجودة فيها؟ هل تقبل أنك تذهب لجنة كل همك فيها يعني هو أن تأكل وتشرب وتمارس الجنس مع عدد من الحور العين؟ لا، أنا مش متفق معك. أنا بقول يعني زي المسيحي رسمي كده، يعني زي المسيحيين ما واحد، يعني الجنة حقيقة هي روح ليس جسدية هي. لا، وما زلت مسلم يا أخي. أنا كيف تقبل الإسلام وأنت بتفكر بهذه الطريقة؟ والله يعني الخوف هو الذي يملك قلوبنا، ليس حاجة أخرى. أما أن احنا حقيقة الخوف من حاجتين، السياسة هو الدين. أنا أتكلم فيهما أبدا، تكلمت هنا أو ترجم أو تقتل. أنا حقيقة هو أنا بعرف ناس كثيرين يعني في الإسلام، يعني هم مش مقتنعين في النقطة دي. حتى كنت بحث مع الأصدقاء، بقول له واحد من الأصدقاء بالأمس، بقول له أنا حاقتنع بالمسيحية، بقول له اشتهي للربي. يعني أول كلمة داني لها. لكن أخي محمد خليني، أنا لست في مكانك ولا أريد أن أفرض عليك شيء، لكن السيد المسيح، أنا أقتبس ما قال السيد المسيح: لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، بل خافوا من الذي يستطيع أن يقتل الجسد ويرمي النفس كمان في جهنم. يعني خلينا، الإنسان لن ينفعني. أنا في يوم من الأيام كان ممكن يحصل لي مثلك، كان ممكن أقتل على أي يد متطرف لأنه تركت الإسلام، كان ممكن يحصل لي أي شيء. لكن ما فكرت، أنا فكرت في نفسي. المسيح يقول وقوله هو الحق، يقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنا أعرف برضو الكلام هذا كويس، يعني ينتفع الإنسان حتى لو ربح العالم كله وخسر نفسه. طب أنا أعرض عليك، أنا أعرض عليك من خلال البرنامج تنكر تتخلص، لأنه الفكر الذي لا تقبل وتخضع له رغما عنك ليس بفكر، تتخلص من الفكر الإسلامي وتقبل السيد المسيح في حياتك لو أردت. والله أنا مستعد، غير أكون أتباع المسيح، لكن بس حقيقة هو الخوف الذي يسلط علينا. ولكن ما في مشكلة، حتى أن رئيس العالم بيقول حلق الدين على الدينون، وما في مشكلة. يعني إن شاء الله تكون من أتباع المسيح، لكن نرجو صلواتكم إلينا إن شاء الله. هل تحب تصلي معنا الآن وتسلم حياتك للسيد المسيح رغم الخوف رغم كل شيء؟ وأنا أطلب من كل مشاهدين في العالم يصلوا من أجل أخونا. أعرفك كويس وحسبتك كويس، حتى في حالة سنقطة المسيحية وكذا، يعني مش تفضل أخلك وتفضل أصدقائك وتفضل كل شيء أنت عندك بالتأكيد، حتى لو أنا عارف أحيانا ممكن وظيفتك. لا، لكن أنا الرب وعد حتى لو فقدنا أصدقاء الرب حيعوضنا أكثر مما لنا، ولو فقدنا عائلتنا حيصير عندك عائلة أكبر من المسيحيين في العالم كلها بتصلي لك وتحطك في صلواتها وتحبك وتحطك أمام عرش النعمة. وأنا متأكد أن الرب سيحفظك وسيضع مع كل تجربة المنفذ. تفضل أخ أحمد لو تريد. أخ محمد، تعرف أن لما بتقبل المسيح مش مطلوب منك أنك تطلق اللحى أو تعلق صليب أو تقولي، أنت علاقتك بالمسيح لما تقبله شخصية بتكون بينك وبينه، علاقة سرية، يعني ما فيش حد حيطلع عليها، أي بينك وبين المسيح فقط، بتكلمه وبتصلي له زي ما بتكلم معنا دلوقتي، طبعا قياس مع الفارق، وبتكلمه لأنه في صحيح. علاقتي بالمسيح منذ الصغر، أكيد لك علاقتي بالسيد المسيح منذ الصغر. أمين أمين الصورة الموجودة فيها أمين. تبقى ممكن تاخد القرار النهاردة وتخطي الخطوة وتقبله في حياتك؟ ممكن تاخد القرار النهاردة؟ والله هو القرار صعب لكن حاضر إن شاء الله. أمين أمين. تصلي معنا الآن أخ محمد ممكن؟ نصلي؟ ماشي ماشي. أمين أمين. يا إلهنا الحنان،
نشكرك يا رب من أجل محمد يا رب، نور طريقه وعقله. قول وراي أخ محمد إن أردت. يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح، أقبلك اليوم في حياتي مخلصا لي يا رب. أقبلك اليوم في حياتي مخلصا يا رب. أقبلك يا رب إله لي يا رب، أنت اللي تعني وأنت اللي تكون معايا دايما يا رب. أقبلك إله لي وأنت اللي تعني يا رب، أنت اللي بتخلصني ودمك الغالي على الصليب هو اللي فداني يا رب، وآتي ليك بمصرة وأصر أني أكون ابنا ليك يا رب. أنت الذي تخلصت عن دمك الغالي على الصليب. أشكرك يا رب لأنك سمعت النداء يا رب. أشكرك يا رب أنك سمعت النداء يا رب. يا رب احنا بنطلب يا رب منك يا رب انك تمد ايدك يا رب، ايدك نعم القوية يا رب، نعم وتضع سياج نعم من نار ونور حول اخونا محمد يا رب. نعم يا رب. يا رب امنع عنه اي سهم من سهام ابليس يا رب، سيك حواليه يا رب، اديله نعم امان واديله اطمئنينة واديله راحة يا رب. نعم. ابنك يا رب الخاطئ رجع اليك يا رب، وانت قلت ان السماء تفرح بخاطئ واحد يا رب. يا رب احنا بنشكرك من اجل اخونا محمد يا رب. اشكرك ولكن كل مجد وعزة واكرام. اشكرك يا رب، اشكرك، شكرا اخوي احمد على الصلاة. اشكرك اخوي محمد والرب معاك ويحفظك ويقويك، خليك معنا، غرفة التحكم هياخدوا معلوماتك، واحنا فرحانين من اجلك، دي دموع الفرح، وايضا مقدرين موقفك. مشاهدينا في كل مكان، صلوا من اجل اخ محمد في المملكة العربية السعودية، الرب يسيج حواليه ويغيره، وترون امامكم عظمة الرب مغير القلوب. يا يسوع.